سبحان الله. عندما صليت العشاء يوم الثلاثاء وجاءني تلميذ في الصف الأول الثانوي وقال لي بصوت حزين: أنا يتيم الأب، مات أبي وأنا في السنة الأولى الثانوي، وأنا مجد ومجتهد في كل العلوم خصوصا علم الكيمياء، أفهمه جيدا وأذاكره جيدا، وسأحصل فيه بإذن الله على درجة عليا، لكن مدرس الكيمياء قال لي: إن لم تدخل المجموعة وتدفع ثمنها فسترسب في الكيمياء ولو كنت جابر بن حيان. فقلت له: يا فتى يا بني، وما مقدار المجموعة في الشهر؟ قال: جنيهان، وليس معي مليم منهم. ووضعت يدي في جيبي فلم أجد المبلغ الذي يكفي، فقلت له: يا بني، غدا الأربعاء سأكون في انتظارك في تمام الخامسة والنصف قبل المغرب في هذا المكان، فتعال يا بني. وأحضرت له ما شاء من فضل الله. وجاء الفتى، جاء الغلام، فقلت له: هذا هو المبلغ، أسأل الله أن يفتح لك مغاليق العلوم. وإذا به يقول: قبل أن آخذ المبلغ أريد أن أسألك سؤال. قلت له: سل يا فتى. فقال: أنا مجتهد في علم الكيمياء وذكرتها، أفتني في هذا السؤال، ألا يعتبر هذا المبلغ رشوة إذا أعطيته للمدرس لينجحني؟ أنا مذاكر ومجتهد، فإذا أعطيت هذا المبلغ للمدرس وأنا مذاكر ومجتهد ألا يعتبر ذلك رشوة؟ قلت له: بأي شيء تفتي أنت في هذه المسألة؟ قال: أشهد الله أنها رشوة، وأشهد الله أنني لن أخذ شيئا يدخلني عذاب ربي فالراشي والمرتشي في النار. قلت له: فماذا ستفعل في الامتحان؟ فقال بصوت عال: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هو مولانا، هو مولانا، هو مولانا، هو مولانا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ورأيت نفسي أمامه كذبابة وهنانة تحاول أن تحجب بجناحيها ضوء الشمس أو نور القمر. فقلت له: يا بني، لقد بلغت من العمر 47 سنة، ولكن ما رأيت أحدا يعلمني اليقين في الله مثلك. لقد أعطيتني درسا في اليقين في الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وأبى أن يأخذ من ليما واحدا، وانصرف متوجها يقول: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فيا أيها السعداء، يا رجال التربية والتعليم، احسنوا الى البائسين والفقراء، وامسحوا دموع الاشقياء، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. التب بنا فيما جرت به المقادير، انك على كل شيء قدير. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وقنا شر ما همنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقم الصلاة.